ممكن زملائي الأساتذة، راح نتناول اليوم الأعداد الناطقة، العمليات على الأعداد الناطقة. وش معناتها عدد ناطق؟ باش نفهمه، هو مقطع مهم جدا في السنة الثالثة، أكيد لازم الغالبية ديال التلاميذ لازم يخدموا عليه، لأنه درس مهم جدا لما تبقى من المشوار الدراسي. بدون إطالة باش ما نطولوش عليكم الفيديو، وش معناتها عدد ناطق؟ العدد الناطق قبل ما نقرب العدد الناطق قرينا الكسور. الكسور وش معناتها؟ كسر هو عبارة عن نسبة، عدد على عدد. هذا العدد وعلى هذا العدد في الكسور نلقاهم أعداد طبيعية، أعداد طبيعية. في الأعداد الطبيعية مثال عندنا 5 على 3، عندنا 6 على 7، عندنا 10 على 12.